يتعين على آلاف الأشخاص من سكان حي ويست بوينت في مونروفيا مغادرة منطقتهم، وهي أكبر مدينة صفيح في ليبيريا، بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر بعدما صمدوا في وجه حربين أهليتين ونجوا من وباء إيبولا الذي ضرب بلدهم. فما بين 75 ألف و 90 ألف شخص يعيشون في هذا الحي الواقع في غرب العاصمة الليبيرية على شبه جزيرة في المحيط الأطلسي، وسط متاهات من الطرقات الموحلة الضيقة وفي داخل المنازل من طبقة واحدة مع أسطح من الصفيح. اعتبارا من العام 2014 ولغاية الآن بدأت المنازل بالاندثار تحت المياه. يمكنك رؤية منازل عديدة في وسط البحر. قد يحصل هذا الأمر في الليل، وأحيانا عند الثانية أو الخامسة صباحا قد تجتاح موجة عملاقة المنزل. Following that disaster, we informed the office of the president through our office. بعد الكارثة التي وقعت أبلغنا مكتب رئيسة البلاد بأن وضع المدينة دقيق. الناس ينامون في العراء في أماكن التسوق والمدارس، إذ ليس لديهم مكان آخر يلجؤون إليه. التقينا الرئيسة التي شكلت فريق عمل ليعمل على متابعة المسألة. وواظب الخبراء خلال السنوات الأخيرة على التحذير من التهديدات التي تمثلها العواصف وارتفاع مستوى البحار على عدد من المدن في البلدان النامية من بينها مونروفيا، وتتكدس في هذا الحي على مساحة 4 كيلومترات مربعة مئات الأكواخ والمساكن المصنوعة من مواد مستهلكة، ويفتقر سكان كثر للحد الأدنى من المتطلبات المفروضة بموجب قوانين التنمية الحضرية، وتنتشر التعديات على شبكات توزيع مياه الشفة والكهرباء والصرف الصحي.